زعلان انه النادي اعلن عن فتح باب التبرع للنادي؟ لا طبعا. مش زعلان؟ لا طبعا. الجماهير ممكن تبقى زعلانة. بص هقول لحضرتك حاجة، نادي الزمالك دي مش أول محاولة نادي الزمالك إن ينمي موارده عن طريق جمع تبرعات. جمع تبرعات، أول واحد قال الفكرة دي مستشار جلال إبراهيم ربنا يديله الصحة وطولة العمر، وسماها حملة ناديك يناديك. وفشلت بسبب برضو إيه؟ ناس من أبناء النادي. بالإضافة لبعض المواقع أو الإعلام اللي هو ما بيفكرش في مصلحة النادي أو الرياضة ضغطه وفشلت. بعديها برضو الدكتور حسين السمرين اللي كان معانا زميلنا في اللجنة التنفيذية ودلوقتي هو المدير التنفيذي للنادي، كان طلع بفكرة إن احنا نبيع التيشيرتات بتاعت اللعيبة المتميزة. ده قعدوا 3-4 أيام الحجر برضو الناس برضو يا جماعة، ما هو ده مورد من موارد التمويل. في الآخر جت الفكرة دي وجمهور الزمالك الأصيل تفاعل معاها، وفي خلال أقل من 48 ساعة الحساب اللي اتفتح بقى فيه ما يفوق 7 مليون وانت لسه في اول 48 ساعه. هو حل لكن انا هقول لك ليه في اول 48 ساعه بقى فيه 7 مليون جنيه؟ اكتر من 7 مليون، اكتر من ده 7 الرقم مليون. اللي انا سمعته، انا مش مطلع بس ده الرقم اللي انا سمعته. هو هيحل ازمه نادي الزمالك كام؟ لا هو مش هيحل ازمه نادي الزمالك كام، هو يحل ازمه نادي الاسماعيلي كام، ويحل ازمه نادي المصري. خليني على نادي الزمالك من واقع خبرتك. لا انا انت شفت انا شفت كل التفاصيل. الاكتر بقى ان احنا نطلع من جوه نادي الزمالك ونبص على الصورة الأكبر. أنا قلت لك حجم سوق الرياضة في مصر كام، وبعدين نبص إزاي لصناعة الكورة ونحافظ عليها إزاي. في نفس الصورة اللي حضرتك بتتكلم عنها دي أنا بس مش عايز أحد أداء حد خالص. في نفس الصورة اللي حضرتك بتتكلم عنها دي هتبقى المقارنة مع النادي الأهلي. أكيد أقدر أقارن مع النادي الأهلي. هم نفس الحكاية شغالين برضو، زي إذا كنت حضرتك بتقول مفيش قواعد، هم شغالين في نفس المناخ. لا بس أنا أقدر أقول لك أن نادي الأهلي يتلقى تبرعات من قديم الأزل، من قديم الأزل مفهوم، من بعض رجال الاعمال المحبيه وداعميه وكل ده، والنادي الاهلي يعني وده مر بيها نادي الزمالك برضه، سواء الامير عبد الله الفيصل، سواء الاستاذ ياسين منصور، الاسامي دي طرحت كتير جدا ان هي تتبرع النادي الاهلي. هل ومحدش لام النادي الاهلي.